يعني حلو لما هيك نتعرف على يعني الطريقه اللي عن جد بيطلعوا لنا فيها كل شيء نحن بنتناوله بالزهورات هيك القصص. عن جد يعني حبينا الفكره. خلونا ننتقل معكم لاولى فقراتنا. طنين الاذن هو حاله شائعه ممكن تصير مع غالبيه الاشخاص، وممكن ايضا انه هي تكون حاله عابره بتزول خلال فتره قصيره، ممكن ببعض الحالات انه تتكرر وتبقى لفترات طويله، وهذا الشيء اكيد بيرجع لاسباب حدوث الطنين اللي لازم هيك نكون نحن عارفينها لنعرف بقى كيف نعالج الموضوع. تمام، اقول لك اسبابها. تفضل. عم تطن اذنك اليمين ولا اليسار؟ مين عم يحكي عليك؟ مين عم يحكي عليك؟ يا بالمنيح يا بالسيء. هي هيك بنقول نحن بالدارج يعني بالقصص الشعبيه، ولكن فعلا في قصص طبيه ممكن تكون خطيره نوعا ما وممكن تكون عابره وسطحيه. كرمال هيك رح نتعرف على اسباب طنين الاذن وطرق علاجها، رح نحكي كمان عن الاغذيه المساعده بتقويه الاعصاب يلي بتعصب الاذنين بشكل عام مع اختصاصية التغذيه الدكتوره ثواب الغبره. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك يا ولد. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيكي دائما معنا دكتوره ثواب. يعني احنا حنفوت اكيد هيك نحكي على الاغذيه بشكل موسع، بس بدايه لكل حدا هيك عم يتابعنا نشرح اكثر عن طنين الاذن بمعناه الطبي خلينا نقول، وابرز الاعراض او الاسباب الشائعه. الاحلى شيء حكيته انه بالفعل عرف السبب وعالج. تمام. لان الطنين عرض. تمام. لكن ليش حكينا عليه طنين الاذن؟ مثل اي شغله كنا نحن بنشتغل عليه كضغط دم وسكر دم وسكر دم وهالقصص، لانه لاثاره السلبيه على الجسم اذا كانت على المدى الطويل. طنين الاذن على المدى الطويل بيفقد الانسان نومه. طنين الاذن على المدى الطويل بيفقد الانسان الاسترخاء تبعه. طبعا. يعني مشاكله كثير كبيره على المدى البعيد. وبعدين مشكلته انه انا هلا ممكن اعطي وصفه اذا كان السبب طنين الاذن غير هذا، اعطي الوصفه المعاكسه لها. اي تشخيص غلط لطنين الاذن ممكن يدهور الحاله. تمام. فانا مش بلاقي مثلا طنين الاذن العلاج الصيدلاني الشائع، اذا ما عرفت سببه صح انت فتت بمتاهه كثير لها اول ما لاخر. طبعا. اهم شيء بالنسبه لي كاسباب نحن بنقول تبعات شيء اسمه في عنا هرم النهايه العصبيه للعصب السمعي، التكلس او ترسب الاملاح على عظيمات السمع، والشيء الثاني سرعه تدفق الدم داخل العصب او المجرى السمعي. هالثلاث اسباب هي اذا عرفت من وين جاي الطنين ومشاكل الخلل تبعهم، علاج هذا يختلف عن علاج هذا 180 درجه. وهون بقى بدنا نبلش نركز انه انسان عم يعمل علاجات مزمنه للطنين وما عم يلاقي حل لها، حتما بيكون عم يشخص غلط للاذن تبعه. فعلى سبيل المثال انه نحن عندنا احيانا ركود الدم داخل منطقه المجرى السمعي والاوعيه الدمويه اللي بتغذي العصب السمعي قد يسبب ترسب املاح على هذا المجرى. تمام. اعطاء موسعات اوعيه دمويه اكثر اللي هي العلاج الشائع للطنين والامور هي بيعمل له ترسب اكثر للاملاح في هذا المجرى، فبيزيد الطنين بزياده. النقطة الثانية عندنا يا هرم النهاية العصبية. هرم النهاية العصبية بدنا نشتغل على النواقل، ما بقى نشتغل على شيء اسمه فقط انه انا زود بس التروية والتروية والتروية. في ناقل غايب عني ما عم يعطي الإشارة السمعية صح. فهذا بيسبب حركات مثل سمع صدف البحر والأمور هي كلياتها، هي بتلاقي كمان عندي مشاكل إذا ظهرت خاصة بفترة النوم. فترة النوم تصوري واحد عم يوشوش بيأدنيكي طبعا، يعني مزعج الموضوع حالة ولا بيقدر الإنسان يسترخي فيها هي الحالة هي. فعلى الأساس هذا شان نعمل الحلول. تمام. تمام. وبدنا نأكد بالبداية أنه نحن لازم أول خطوة نعملها نتوجه إلى طبيب أذن أنف حنجرة. طبعاً. نشخص العصب السمعي، نشخص مجرى السمع، طبيب الأذن أنف حنجرة بيوصف لنا العلاج والدواء الصحيح، ولكن الأغذية بتدعم موضوع جودة السمع و خلينا نقول نبعد هرم العصب السمعي. يا سلام. شو علاقة الغذاء بأعصاب الأذن؟ يا الله يا لطيف، شو العلاقة؟ في شيء هلا حنصنفه على ثلاث اصناف. اذا لنفرض كان سبب طنين الاذن انا من ترسب الاملاح داخل المجرى السمعي، فاول شيء لازم هون ساعتها ببلش بقى بلش حط قطيرات عندي اياها، من قطيرات عندي اياها زيت القرنفل، هي الماده هي رائعه جدا بالنسبه لنا. بتحاول انها تحرك زيت القرنفل، زيت حامي. فنحن شو بيساوي هذا زيت القرنفل؟ بحرك الدوره الدمويه اكثر،
وبيروح الأملاح شوي المترسبة على المجرى السمعي مع ترسبات بسيطة. بس أنا مو يعني أنه أنا خلي إدني مثل ما بيقولوا مطربان مطبخ كل شوي شوي نقط فيه. تليين المجرى العظيمات السمعية بيحتاج أنه أنا أعمل تقطير بإدني يوم وريحها يومين تماماً، حتى أنا لأنه نحن في عنا صماغ ومادة الصمغية تبع الهي ما بدنا نذوبها بشكل كامل، وما بدنا كمان نوقف نحن عنا يام تصير الأملاح ترسبة عالي. الشيء اللي بيهمني أمره كأكل وشرب بالنسبة لأنه بهيك حالة الماء والليمون مزيب لأي أملاح بالدمويات تبع المجرى السمعي. إذا انتقلنا إذا كانت المشكلة عنا ياها اختلافات ضغط، يعني نحن ممكن يكون يصاب الإنسان بطنين بالأذن بانخفاض ضغطه، وأحياناً يصاب بعنده ارتفاع ضغطه. إذا كانت أحد السببين معالجة هذا الموضوع، لنفرض ارتفاع الضغط عنا كمان مادة زيت الثوم عنا ياها كثير رائعة، أو هرس الثوم قطيرات ثوم وحبوب الثوم المجففة وأكل الثوم تازة عنا ياها رائع جداً لتضنين الأذن. في حال عنا عندي إياها كان مشكلتنا نحن ارتفاع الضغط الشرياني هو اللي عم يسبب الطنين الأذن، هون ساعة الموسعات الوعائية الدموية والمرخيات العصبية بتفيدنا بهالحالة. تصوروا هاي الحالة الوحيدة اللي بتفيدنا فيها، وهي تعالج لمعظم حالات طنين الأذن بالعالم الصيدلاني في حال شخص هذا العرض بشكل غلط. هلأ اللي أهم من هيك، إذا كان عندي كمان مشكلة تروية لهذا المجرى السمعي أو العصب السمعي، نحن من أحد أسباب الرهيبة جداً عنا ياها لشيء اسمه طنين الأذن هو نقص التروية ساعتها ومشاكل عضلة الرقبة. قد يجوز يكون ديسكات فقرية، يعني عندك يا منطقة فقرات الرقبة هي اللي عم تسبب طنين الأذن. تدليك بسيط لمساج الرقبة، علاج الانقراصات نحن اللي بتأدي على ضغط فظيع على عصب التوازن وعلى العصب السمعي، هذا كتير مهم بالنسبة لنا. وضع قليل شوي من العلك شوي اليابس وعلك المنطقة الحنكية بتضخ الدم على منطقة المناطق اللي هي بلشت اللي هي النهايات العصبية تبع اللي عم يصير فيها الطنين أو الحركة، وبتبلش تتحسن الحالة. هي لكل الحالات، يعني اللي عنده يا الموضوع دائم واللي عنده يا مؤقت ولا الأمور اللي نحن عم نحكيها. الطنين اللي هو المستمر إذا كان في رجل كبير السن وهالأمور هي، نحن بعد ما يخططوا السمع ويشوفوا في إشارة واضحة هي إشارة ناجية عن عدم أبداً ظهور عامل خارجي، فهاد هون بقى بدنا نبلش نشتغل عن نواقل العصبية تبع النهايات العصبية للطنين. الطنين تبع ناس الانقراصات، ناس تبع ارتفاع الضغط يزهق، يعني بيروح وبيجي. لكن المشكلة الكبرى عن كبار السن، يعني ما بتتخيل هو يكون عصب السمع كمان ضعيف وبناقصه كمان خط موجة تشويش، فما بتتخيل على كبير السن قديش مزعج انك تقول له انه ضعفان سمعك، لانه السمع مرتبط جدا بالوعي وبعملية الادراك وبعملية الهي ارتكاسات، فما بتتخيل قديش مجرح لشعوره للانسان. لكن رح نحكي عن ملاحظة صغيرة انا بتمنى يعني بحكيها لإلي وقبل لغيري، يعني وضع السماعات المستمر بالأدنية، يعني الاشارات اللي هي عبارة عن ما بقيم استخدام الموبايل بإذن وحده، مو غلط ابدا جدا اني افتح السبيكر، يعني انا استاذن من المكان اللي انا عليكي. حتى ولو كان في خصوصيه المكالمه لا تنتبه كم ساعه عم يقعد الموبايل على على فكره دكتوره، يعني انا هاي القصه كثير بدقق عليها. نحن كمذيعين صح نحن بنستخدم هاي السماعه احيانا لنتواصل مع الكنترول، فانا كل شهر بنقلها من اذن لاذن. صح، اوقات بحس عن جد انه اذني اليمين ما عم بسمع فيها مثل اذني اليسار، طبعا يعني لانه دائما لانه اشارتين مختلفتين. صح، اختلاف الاشاره باذن خاصه لناس شغله هيك، يعني كمان بدك تروحي بي لازم نحاول انه بتكنيك معين نبدل لاذن ثاني حتى ما نظلم اذن على حساب اذن. وجود اشارتين على منطقتين متناظرتين كثير بيضعف العصب السمعي على وحده مقابل الثانيه. بس حخلص فكره الكبيرين السن ونفوت كيف نحن نقوي سمعنا بالاغذيه. هلا نحن وقت بنفوت على كبار السن، كبار السن اللي بيهمهم عندي اياها نواقل معينه مختفيه من نهايات العصب السمعي، فهذا اهم شيء له ماده اسمها الحلبه. الحلبه حتى كثير بتفيد كبير السن، قد يكون كبير السن مصاب بسكر او بشيء معين، الحلبة خافضة لسكر الدم،
وبتعمل على تصنيع عدة نواقل عصبية لإلغاء إشارة التشويش تبع الطنين. النقطة الثانية تزيد، لأنه غالباً كبير السن بيكون عنده تكلس بأنزيمات السمع، وبيكون عنده شوية أملاح، وبيكون عنده بالنسبة لنا عندي إياها مشكلة النواقل. فنحن حبوب الحلبة المطحونة في حال في الناس ما بتحب تشربها، أو الحلبة رائعة جداً لإيقاف شيء اسمه عندك إياها إشارة الطنين. كمان بذور الخردل تعمل على اصطناع بعض النواقل العصبية الهامة للنهايات العصبية، والمشروب الساخن لنبات اسمه المردقوش هذا بيرفع النواقل العصبية منها السيروتونين، فبتعمل إشارة صحية أو صحيحة للمجرى السمعي. هدول أهم العوامل اللي بيهمني أمره، لكن برجع بعيد فكرة إنه شخص صح طنينك منين جاي، من الرقبة جاي، من التكلس، من الأملاح، من اختلاف ضغط الدم. لازم تعرف ضغط عالي، ضغط واطي، علاج الضغط الواطي غير علاج الضغط العالي، نقص تروية، هي كلها أشياء تسبب. لكن أخطر شيء بطنين الأذن استمرار طنين الأذن من دون أي حل، فهذا هو اللي بيعمل مشاكل بالشحنات الساكنة بالدماغ عند المصاب. تمام، يعني مشان هيك نكون استغلينا الوقت كامل. خلينا نحكي لكل حدا اليوم فينا، يعني نحن عم نعمل كثير عادات خاطئة، فدائما اللايف ستايل أساسا لما نغيره هو الأساس لحتى الواحد يعني ما يوصل لهي المراحل المتقدمة بعدين. وبالإضافة حكينا أنه التغذية تلعب دور كثير كبير، شو الأغذية اللي ممكن تقوي السمع؟ يعني شو في مكملات غذائية كمان ممكن ناخدها؟ الله أعطيني سمع قوي بالنسبة لي نعمة، هي أهم شيء إذا بدي حافظ عليها للعمر كله. أهم شيء لمادة السمع عندك ياها أو للعصب السمعي فيتامين إي. فيتامين إي طول ما أنت مثلا عم تطلعي تاخدي 4-5 زيتونات صباحا بفترة الفطور، عندك اللوز هي مادة رائعة، كل أسبوع تقطير بسيط بزيت اللوز الحلو بيقوي العصب السمعي. كمان زيت القرنفل بيزيد تروية نهايات العصب السمعي. العصب السمعي بحاجة إلى أنه مثلاً الإذن الضعيفة، أنك أنت مثلاً حالي أنك تسكري الإذن الأقوى وتقوي عندك ياها. هدول الزيوت نحن عم نحكي كيف بس الاستخدام؟ يعني بقطارة صغيرة. هلا لنفرض أنا ما بعرف بزيت الزيتون، أنا شوية كبش قرنفل، ما عندي زيت قرنفل بالبيت، كبش قرنفل بدقه تماماً وبحطه بزيت زيتون لفترة مدة بين 48 ساعة ل 72 ساعة، وبيتقطر بياخد المادة الفعالة تبعه. وفي زيوت تبعات زيوت القرنفل اللي بنحطها على الأسنان مسكن الآلام، هي رائعة. في عنا الأكل اللوز والزيتون. والنقطة الثانية برجع بقول الإنسان اللي بيعرف ينام صح بيسمع صح. أهم شيء لتغذية الأذن السليمة هي النوم الصح. هلا بكل شيء النوم رائع جدا، لكن الأذن كتير بترتاح. آخر عضو بينام بجسم الإنسان كأعضاء حسية هو الأذن، بصورة الكهف وضربنا على أذانه فناموا سنين. طول ما الإنسان عم يسمع ما في نوم له. آخر عضو بيسكت وبينام بجسمه هو فلذلك ربطوا العلماء النوم بالأذن. عندك نوم صح ارتاحت الأذن صح، أما طول ما عم ينام وبطور القلق بالنوم فهو أذنه وعصبه السمعي عم يتعرض للتدمير بشكل تدريجي. تماماً. فهي أهم شيء نصائح بالنسبة لنا، ومو غلط ناخد الحلبة، ناخد التوم عندك ياها، هدول المكملات تبع فيتامينات بالأخذ تبعها لازم يكون بتوازن. إذا ما عندي نقص بفيتامينات بي مو نضرب وناخد يعني مكملات غذائية عشوائية، ونروح نحن نعمل حقل تجارب، وكمان بيصير وصفات شعبية ما لها مدروسة. يعني الدكتورة اللي كانت عم تحكيه هو شيء ما له كتير أثر سلبية إذا تم أخده بعين الاعتبار. وأول ما يحس الواحد عم يبلش يضعف إذنه يروح يفحص عندك يا كيف مثلا جودة عصبية. طبعاً يروح كيف يفحص عينه كله. لا يستهين بهالحاسة هي الرهيبة. تمام، إن شاء الله بيك. إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع. شكراً لمعلوماتك اللي شاركتينا فيها، ونتمنى يا رب هيك الفائدة تكون وصلت لكل الناس. أهلا وسهلا فيك.